ضحيت بجنازات اختي على جال المولوديه وعلى جال المباراه هذه، والحمد لله الجوار ما خيبونيش. واش نقول لك، ربي يصبر العائله تاعي ان شاء الله، وربي ثاني ولادها يعطي لهم الصبر. دموع الحزن للقائد عبد الرحمن حشود بعد المباراة وهو يغيب عن جنازة شقيقته من أجل إنقاذ المولودية جعلته يحمل فوق الأكتاف بعد نهاية هذا الدربي. دربي العاصمي فقد الكثير من نكته بسبب غياب الجمهور، ما أدى إلى نقص مردودية المباراة، حيث لم نشاهد العديد من فرص التسجيل رغم الصراعات الكبيرة بين اللاعبين في الشوط الأول، كمحاولة الضائعة لبن براهم في الدقيقة 15. من جهته شباب بلوزداد لم يخلق فرصا حقيقية للتهديف، ولعل أخطرها هذه الركنية المباشرة في الدقيقة 40. في الشوط الثاني عودة المولودية كانت واضحة، أثمرت الهدف الأول الذي أمضاه جورمي في الدقيقة 60، هدف حرر رفاق حشود الذي عمق هو الآخر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72. غياب دفاع رفقاء الحارس أصلح عزز حظوظ المولودية بإضافة هدف ثالث جاء في الدقيقة 76 أمضاه اللاعب عواج. 3-0 فوز ثمين، هو الرابع على التوالي، يؤكد عودة المولودية في مشوار البطولة.